الرجل الذي يسيح كالزبدة في كل الأحزاب ومع كل الخصوم ويسبح بحمد كل الطيارات. إنه حمدين صباحي النضال الأكذوبة والمتلون بسرعة البرق والراقص على جميع الحبال وفقا لفقه العرض والطلب وفلسفة المصلحة الحمدينية وأرقام العطية والهبة. فيوما بعد يوم حمدين صباحي المرشح الرئاسي مرتين وفشل، تتكشف حقيقة تناقضاته وانحيازه التام لجماعة الإخوان الإرهابي. فصباحي خرج علينا معلقا على ارتداء مرشد جماعة الإخوان محمد بديع البدلة الحمراء قائلا: أنا شخصيا أتمنى ألا أرى أي مصري بالبدلة الحمراء، هذا أمر لا يسرني على أي حال، فيما وصف براءة مبارك باليوم الأسود في تاريخ مصر. وفي الوقت ذاته طلب باستعمال الحنية والرقة وتوفير محاكمة عادلة بحق من صدر ضدهم قرار إحالة أوراق 529 إخواني إلى فضيلة المفتي. تناقضات وانحيازات لحمدين لم تكتفي بهذا وحسب، بل ظهرت في العديد من المواقف الأخرى التي من بينها: مفيش حد منتسب للإسلام السياسي هيكسب موقع رئيس الجمهورية، ويكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية هو السيد الدكتور محمد مرسي عيسى العيار. الإخوان جماعة هي جزء أصيل في الحركة الوطنية المصرية، وأنا أختلف تماماً معها الآن في رغبتها في التكويش على السلطة، لكن بإذن الله ما أجي رئيس جمهورية هدافع عن حق كل واحد في البلد دي بما فيهم الإسلاميين اللي أنا مختلف معهم الآن في أن يعبروا عن رأيهم بحرية وأن يأخذوا نصيبهم العادل بدون ما يكوشوا وبدون ما يستبعدوا. هدفنا أن نكون الأغلبية بحيث نكسب بآليات الديمقراطية في دولة القانون أغلبية المجالس المحلية وأغلبية البرلمان، نكسب رئاسة الجمهورية. كده احنا بنعدل الميزان وبنكمل الثورة بيمين بالناس بأي أساليب. طيب. بالديمقراطية. هذا هو الهدف العام. ما ينفعش أسلم كل السلطات لاتجاه واحد. لا توجد كلمة في تاريخ حمدين صباح عن تأييد نظام لا صدام ولا معمر القذافي. وعندما نقف في حضرتك أيها القائد العربي الشجاع النبيل، فإنما نقف لنؤكد لأنفسنا معنى من معاني قدرتنا على الانتصار. الأخير وارد على الإطلاق عمرو موسى، أنا أقدره وأحترم كل المرشحين. حمدين صباحي تعبير عن مشروع وطني للمستقبل. حمدين صباحي لن يتعاون مع حد كان جزء في النظام اللي كان حمدين صباحي بيدخل السجن 17 مرة وهذا المرشح قاعد 17 سنة وأكثر جزء من سلطة مبارك. مفيش بينا لقاء على أرضية وطنية نهضوية جامعة. أيوة الكورة الدولية المجتمع اليوم اتفق الفضل عن مضمون هذا البيان أنها ستشكل فيما بينها إدارة موحدة ومشتركة تجمع كل القوى الوطنية. في واحدة. الإخوان المسلمين كلهم جزء من الثورة. السلفيين كانوا جزء من الثورة. لا حرمان لحد من دول كان جزء من الثورة. عمرو موسى كان جزء من النظام. ما كانش جزء من الثورة. وفي دليل جديد على تورط المرشح الرئاسي حمدين صباحي في التعاون مع منظمات إرهابية، تقدم حسن الشكي الأمين العام لمجلس تعاون القوى الثورية ببلاغ للمستشار النائب العام ضد كل من حمدين صباحي وحسام مؤنس، يتهمه فيه بتلقي 50 مليون دولار عبر تحويلات بنكية من حزب الله اللبناني، والتحصل على أموال من شركات خاصة مصرية ورجال أعمال وأندية روتاري تتخطى المليون جنيه مصرية، هذا بالإضافة لتسوله ومد يده لأخذ العديد من الأموال من العديد من الرؤساء والملوك والأمراء وحسن أولئك رفيقاً.